صباح الخير. بالنسبة للقمة القاضي أو الزلابية أو العومات أو الحاجات اللي بتتقلي في الزيت، مش كلهم أو بمعنى أصح ما فيش ولا حاجة منهم ممكن تتعمل وأدخلها الفرن. هنعمل مع بعض عجينة ممكن تتعمل بالطريقتين. الظريف في العجينة اللي نعملها هيكون فيها هنا كمية من الدهن، يعني فيها شحم وفيها زبدة، ممكن نحط كله زبدة وممكن يكون كله شحم، وكمية البيض اللي بتتحط أو المقادير اللي انتوا تشوفوها ممكن تكون نصها، يعني ممكن نقسم نصها، ممكن تتعمل كلها. لكن عشان أرفع القيمة ديت في عندي مواد ألبان كتيرة، وفي حليب وزبدة وشحم، وكمان في مكسرات ممكن أستعمل عين الجمل اللي هو مجروش، بس بخليه يكون مجروش ناعم. والسبب ان انا عايز اعمل عجينه ده الشكل بتاعها بتبقى عجينه طريه وملساء، بتبقى ممكن اعملها اكن هعمل خبز، بس عايزها تكون رقيقه ورفيعه. والسبب ان انا عايزها تكون رقيقه ورفيعه في سببين. انا ممكن اعملها على اساس بتبقى ده الطول بتاعها او بتكون طويله شويه، وبعدين بعملها اكن هعمل عقده، يعني بجيبها كده اهو والفها من هنا واسحبها من الناحيه دي، وتبقى هي نفسها شكلها زي شكله العقده، يبقى مقفوله من ناحيتين، فبالتالي بعملها رفيعه عبال لما بقفل العقده ديت ما تبقاش سميكه وغليظه، وما يبقاش حته رفيعه وحته تخينه، واحده تحرق والتانيه لا. يبقى اذا ممكن اعملها بالطريقه ديت ونعملها رفيعه وطويله وبعدين نقفلها وتبقى عقده، نعمل واحده تانيه كده اهو، او بعمل شكل اللي هو الضفيره، نجيب واحده تانية هنا وطوب نضفرهم، حطهم الاثنين جنب بعض ونلفهم او بنضفرهم او نعمل ثلاثة، وانا افضل ان احنا نعملش ثلاثة، هم بيكونوا اثنين كافيين جدا. حطهم كده هم، وبعدين ابتدي اضفرها وتكون ماسكة متماسكة في بعضها، واحدة كده وبعدين نلفها بالطريقة ديت، بتبقى ملفوفة على اساس ان احنا اتفقنا ان انا ممكن اعملها بالطريقة ان انا احطها في الفرن او لو عايز اقليها في القلاية. يبقى عندي اكتر من شكل. الحجم التخين ده اذا كنت بعملها في يونكا اهو بعملها طويله، بخليهم ينوت عشان احطهم في قلب الفرن، يبقى هنا عندي اشكال مختلفه. واللي هم بيبقوا عاملين زي العقده وبيبقوا حجمهم صغير بالطريقه ديت، دي ممكن اقليهم في زيت نباتي، اكد ان هو سخن، وباجي بحط فيه العقده ديت. دي ما فيهاش خميره، مش محتاج ان انا اخليها لمده طويله، لكن فيها شويه من البيكربوناته، وبعلي الحرارة على أساس تبتدي تسخن. يبقى الأنواع اللي احنا ممكن نقليها في الزيت اللي هي الزلابية أو العومات أو الخنفروش أو الحاجات اللي بتتقلي في الزيت، مش معناها أنها كلها تدخل الفرن، لكن دي ممكن تدخل الفرن عشان نسبة الدهن اللي أنا حاططها فيها كتيرة، ودي مش عجينة من الخميرة، دي عجينة مختلفة شوية وبتبقى مقرمشة، يعني أنا بحطها هنا في قلب الزيت فيها سكر، والسكر بيخليها تدي تاخد اللون اللي هو بتحمر، عشان كده عملت العقدة بتكون صغيرة شوية. نتحكم في الحرارة، نعليها ساعة لما نحب او نوطيها لما نحس ان احنا محتاجين نوطيها، وبرفعها وبقلبها، مش بتعوم زي الزلابية، بترتفع شوية بس مش بتبقى بخفة الزلابية، بتبقى تقيلة شوية. فديت نحطها هنا ونقلبها مرة كمان، واتأكد وانا ببص عليها كل الحتت اللي جوه دي بيبقى فيها اللون الابيض، معناها لسه ما استوتش، فما بستعجلش عليها وبرجعها تاني وبخليها لغايه لما كلها تتسوى، تبقى تسوى كامل، مش بقاش عجينه من جوه. عبال لما دي تستوي نوريكم اللي احنا عملناها في الفرن، بيكون الاحمرار بتاعها مختلف شويه، يعني بيكون اللون بتاعها اقل في الحمره علشان مكان في الفرن. ممكن احط هنا شويه سكر بودر عليها، ويبقى عندي نوعين من نفس العجينة، لو مش عايزها مقلية بحطها في الفرن، ولو عايز أقليها أتأكد أنها يدوبك بس بتاخد اللون الذهبي. ممكن أتخلص من أي زيت زيادة بإني بحطها هنا وتتشرب، بضغط عليها كده تتشرب، وعندي شوية هنا معمولين من قبل كده، حطهم كلهم مع بعض هنا، وزي ما حطيت على دول سكر بودرة ممكن نحط قطر أو شربات، او برضو نحط على دول سكر بودر. يبقى عملنا بسكوت مختلف، وامسك واحدة من البردين، بيبقى ناشف شوية، مش طري ومش هش ومش هوائي زي اللي احنا متعودين عليه زي الزلابية، ده بيبقى ناشف شوية. فطريقتين لبسكوت ممكن يتقدم مع شوية من المكسرات. نجيب شوية هنا من الفستق، نحط حبة من هنا، ممكن تعملوه في المناسبات او لو حبيتوا تقدموه مع
كوباية من الشاي أو كوباية من الحليب، نحط شوية من المقلي وشوية من اللي في الفرن ونسيب الاختيار ليكم. لكن طالما عملتوا العجينة أنا لو منكم أجرب الاثنين وبعدين أقرر المرة الجاية أعملها إزاي. لو فضلت عجباكم الفكرة كل مرة اقلوها ودخلوها الفرن، اختيار اختياركم، احنا اللي علينا عملناه. اتمنى ان هو يعجبكم وكمان يكون يخلي صباحكم أطيب.